طيب نروح مع حضراتكم لمحافظة الإسكندرية اللي شهدت تحديدا حديقة الحيوان فيها إقبال كبير جدا وملحوظ خلال أيام عيد الفطر المبارك، زيادة كبيرة جدا في نسب التوافد مقارنة بالعام الماضي بصورة ملحوظة. وصل عدد الزائرين لحديقة حيوان إسكندرية في أول يومين بس في العيد ل 45 ألف زائر. طبعا رقم كبير جدا يا محمد. يمكن اللي ساعد على كده كمان ان الحديقه بتتميز بكونها رحله ترفيهيه بتناسب كل افراد الاسره، سعرها كمان مناسب جدا، ويمكن العامل المساعد التاني كان استقرار حاله الجو في عروس البحر المتوسط. خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتوره امينه فتحي مدير حديقه الحيوان بالاسكندريه. صباح الفل عليكي وكل سنه وحضرتك طيبه. صباح النور، كل سنة وانتم طيبين. من محافظة الإسكندرية. يعني احكي لنا كده يا دكتور، مظاهر الاحتفال في الحديقة كانت عاملة ازاي خلال أيام العيد؟ هو طبعا حديقة حيوان الإسكندرية كانت بتعتبر طبعا تاني حديقة على مستوى حدائق مصر كلها، وطبعا بعد حديقة الجيزة ما يعني تم غلقها عشان انها تتجدد وترجع حديقة جميلة جدا زي ما هي كانت متعودة، فأصبحت الحديقة اللي على طول التانية المفتوحة هي حديقة اسكندرية. فروادها ذاته جدا جدا، وخصوصا في رحلات اليوم الواحد. في رحلات اليوم الواحد دي بتبقى من المحافظات المجاورة للإسكندرية. فإحنا في أول يوم استقبلنا حوالي 11 ألف، وطبعا بتبقى في أول يوم معروف في الأعياد بتبقى هي زيارات أسرية للأسر، كل واحد بيبقى لسه يعني ما بينزلش يعني يتفسحوا، فبيبقى بس إيه مثلا زيارات الأسر مع بعضها. عشان كده تاني يوم كانت الحديقة استقبلت 34 ألف زائر، وثالث يوم كان 39 ألف زائر، يعني ما يعادل في الثلاث ايام حوالي 84 ألف زائر. جميل، ده رقم مهم جدا. طب عايز دكتوره امينه، يعني رحلات حديقه الحيوان دايما رحلات جميله جدا، ولما نستدعي كده من الذاكره وايام الطفوله لما نروح حديقه الحيوان بيبقى يوم جميل ومختلف. ايه الخدمات جداً اللي بتقدموها حضراتكم لرواد حديقه الحيوان عشان يقضي الشخص مع اسرته يوم جميل ومختلف؟ ايه الجديد؟ احنا اهم حاجه عندنا ان احنا بننتهز مثلا فرصه ان احنا في رمضان ويبقى الاقبال قليل، لان برضو الصيام مش بيخلي الناس كتير قوي بتبقى تيجي، بيبقى رحلات صغيره جدا او التوافد يعني قليل. نستفيد احنا في الشهر ده ان احنا بنعمل عمليه صيانه تطوير لجميع او تطوير صيانه وتطوير وكل وبنجيب بنعمل عمليه نقل للحيوانات الجديده. طبعا كل ده بتبقى تحت منظومه، المنظومه دي تحت طبعا وزاره الزراعه، رئيس الهيئه الدكتور ايهاب صابر، ورئيس اداره مركزيه الدكتور امل محروس، ودكتور محمد جلال مدير عام الحدائق. والصراحه السنه دي قاموا بحاجه مختلفه تماما، لان كانت في الحدائق الاقليميه مثلا نوع في عنده ذكور بس، والنوع الثاني موجود في حديقه ثانيه فيه اناث، فكانوا قالوا لا احنا نعمل عمليه توافق عشان نحافظ على الانواع دي، او حد عنده زياده في نوع وحديقه ثانيه ما عندهاش، فاحنا نعمل عمليه تبادل وتوافق بين الحيوانات. النفع بقت جميله جدا، فاصبحت الحدائق الاقليميه كلها فيها انواع جديده وفيها يعني، وطبعا المحافظه على النوع نفسه من الانقراض. فكل حتى الحدائق، كل الحدائق الاقليميه بسم الله ما شاء الله السنه دي يعني محققه ما شاء الله عدد زوار كبير جدا. طيب دكتوره امينه، هل تم ضم انواع جديده من الحيوانات خلال الفتره اللي فاتت؟ احنا ما كانش عندنا الاباقه، ما كانتش خالص موجوده في الحديقه. فصراحة أمدوا حديقة حيوان الأسكندرية بالألباقة، أمدوها بزيادة بحاجة من الزواحف زي الإجوانة والأصلة. جابوا لنا، كان عندنا أنواع نوع من الطيور العنز كان عدده صغير، جابوا لنا برضو نوع من اللي هم منه
اللي هو العنز، الطائر العنز، وجميل قوي، بيبقى مشهور بلونه وشكله الحلو. جميل. جابوا لنا نوع انواع جديده من القرود، فكل الحاجات دي حلوه، فبتبقى يعني وبتجذب كمان الجمهور اكتر. احنا شايفين حتى الصور على الهواء دلوقتي، صور مفرحه جدا. حديقه حيوان اسكندريه يعني من اكبر الحدائق الحيوان الاقليميه طبعا بعد حديقه حيوان الجيزه. بنشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه دكتوره امينه فتحي، مدير حديقه الحيوان بمحافظه الاسكندريه.